عملية كبيرة للشرطة ضد العصابات في يوتوبوري وستوكهولم. إسبانيا تفتح أبوابها أمام السياح لكن بشروط. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إس موبلر، ترانسفير جالاكسي، ودينتالي. متابعينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس من ستوكهولم. أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين في كلمة له خلال أسبوع يارفا السياسي أن المجتمع السويدي أقوى من العصابات والشبكات الإجرامية، معتبرا أنه تم إنجاز الكثير في مواجهة تلك العصابات خلال عهد حكومته. لوفين أكد في الوقت نفسه أن جرائم العصابات تتزايد منذ عقود ولا يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها. جاء ذلك ردا غير مباشر على اتهامات المعارضة بأن الجرائم في السويد زادت في عهده. لوفين أكد أن الأولويات في العمل الحكومي هي ضد العصابات والجريمة، إضافة إلى تجديد العقوبات وزيادة عدد ضباط الشرطة ومنحهم أدوات جديدة في العمل ضد الجريمة. وشدد لوفين ضرورة منع حصول هذه العصابات على الأموال، معبرا عن أسفه من رؤية الأطفال عرضة لمشاهد القتل في الشوارع. وفي ملف الجريمة أيضا، أطلقت الشرطة اليوم عملية كبيرة لمكافحة الجريمة المنظمة في يوتوبوري وعملية أخرى مماثلة في ستوكهولم، ومن غير المعروف ما إذا كانت العمليتان مرتبطتين ببعضهما. الشرطة داهمت صباح اليوم عناوين عدة في يوتوبوري دون أن تفصح عن معلومات حول طبيعة المداهمات. المتحدثة باسم الشرطة هناك أن يورانسون أوضحت أن العملية مقررة سابقا ومستمرة، لذلك لا يمكنها تقديم مزيد من المعلومات. وفي وقت سابق استطاعت الشرطة القبض على عدد كبير نسبيا من أفراد العصابات البارزين بعد تلقيها معلومات من الشرطة الفرنسية عنهم إثر اختراق تطبيق إنكروتشات المشفر الذي تستخدمه الشبكات الإجرامية للتواصل فيما بينها. وعادت حوادث إطلاق النار لتنشط بعد فترة من الهدوء. إحصاءات الشرطة بيّنت أن شهر أيار مايو كان أكثر الأشهر بعدد وفيات الرصاص خلال العام الحالي والماضي. وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة أعدتها جامعة مالمو أن جنوح الشباب الصغار الأحداث نحو الجريمة انخفض خلال السنوات العشرين الماضية. وأرجعت الدراسة الانخفاض لأسباب عدة، منها أن الشباب باتوا يتجنبون البيئات الخطيرة ويشربون المشروبات الكحولية بشكل أقل. لكن الشرطي المختص بجرائم المراهقين في روسلاغن نفى أن الجرائم قد تراجعت، مؤكدا أن الشرطة لم تشهد أي تراجع على الإطلاق، بل زيادة أكبر في الجرائم عبر الإنترنت. أستاذ علم الجريمة في جامعة مالمو ومعد الدراسة روبرت سفينسون أكد أن انخفاض الجريمة حاد ويشمل جميع أنواع الجرائم البسيطة منها والخطيرة، ولفت إلى ضرورة عدم الخلط بين جنوح الأحداث العامة ومشكلة الشباب المنخرطين في الجريمة المنظمة. أعلنت الحكومة اليوم نتائج التحقيقات التي أطلقتها لتغيير قانون العمل. وزيرة العمل إيفا نوردمارك وصفت الإصلاح بأنه الأكبر في سوق العمل السويدية في العصر الحديث، مؤكدة أن وجود موظفين ذوي مهارات مناسبة أصبح أمراً أكثر أهمية. واقترحت التحقيقات جواز إعفاء 3 موظفين من قواعد الأقدمية حين فصل الموظفين بغض النظر عن حجم الشركة، في حين ينص القانون الحالي على إعفاء موظفين 2 فقط في الشركات التي لا يزيد عدد موظفيها على 10 موظفين. وكانت الحكومة كلفت بإجراء تحقيق لتغيير قانون العمل بناء على اتفاق يناير مع حزبي الوسط والليبراليين التي تشكلت بموجبه الحكومة. وقدم التحقيق اقتراحات أثارت انتقادات حادة من نقابات العمال وحزب اليسار. ومن المقترح أن تدخل التغييرات حيز النفاذ منتصف العام المقبل حال وافق عليها البرلمان نهاية العام الحالي. احتفلت السويد أمس الأحد بالعيد الوطني، حيث أقيمت احتفالات طغت عليها ظروف التباعد الاجتماعي بسبب كورونا.
وعلى هامش الاحتفالات كان لافتا التهنئة التي بعث بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إلى ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر. التهنئة حظيت باهتمام الصحافة السويدية التي اعتبرتها غير متوقعة. صحيفة إكسبريسن وصفت الملك السعودي وولي عهده بديكتاتورية السعودية، وذكرت بأن اسم محمد بن سلمان ورد في تقرير للمخابرات الأمريكية باعتباره مسؤولاً عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. التهنئة السعودية جاءت بعد أيام من إعلان وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي من السعودية أن بلادها تنفرد بثقة تخولها زيارة اليمن والتحدث مباشرة مع المسؤولين على الأرض هناك في إطار الوساطة السويدية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام. وفي خبرنا الأخير، تفتح إسبانيا أبوابها للسياح اعتبارا من اليوم شرط أن يكونوا حاصلين على لقاح كورونا. وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريس أكدت أن إسبانيا وجهة آمنة وبأنها ستعيد مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال السياحة. وتعتمد إسبانيا اعتمادا كبيرا على قطاع السياحة، لذلك كانت واحدة من الاقتصادات الغربية الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا. ويمكن للأوروبيين غير الملقحين دخول إسبانيا شرط إبراز اختبار كورونا سلبي لا يزيد عمره على 72 ساعة. الحكومة الإسبانية حددت هدفاً يتمثل في جذب 45 مليون مسافر خلال العام الحالي، لكن بحلول نهاية نيسان أبريل كان عدد الزوار في البلاد 1.8 مليون زائر فقط وفق الإحصاءات الرسمية. إلى هنا وتنتهي نشرة أخبار الكومبس. لمزيد من الأخبار تابعونا دوماً على موقعنا الكومبس مكتسع. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إس موبلر، ترانسفير جالاكسي، ودينتالي.